السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا يعني قبل فترة سلسلة حول تربية الأولاد في الإسلام، يعني ثم انقطعت بسبب سفر مفاجئ كما تعلمون. اليوم بمشيئة الله تعالى سنستأنف هذه السلسلة، وأرجو أن نتواصل معها إلى أن يبلغ الكتاب أجله إن شاء الله. وبالمناسبة، فإن هذه المادة هي جزء من المقررات الدراسية المعتمدة في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاه، ومن أراد أن يتابعها وأن يمتحن فيها وأن تحصل له مادة كريديت أورز، نحن مستعدون لذلك إن شاء الله. توجد نسخة PDF من الكتاب لمن أراد أن يقتنيه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. لقد كان حديثنا قبل انقطاعي حول مجموعة من القيم والمبادئ التي ينبغي أن تحافظ عليها الأسرة المسلمة. الأسرة هي المحضن الأول للجيل الأول من أولادنا في بدايات عمره وفي بدايات نشأته المبكرة جدا. فالمحافظة على هذا المناخ، على هذا الوعاء الذي تنشأ فيه الناشئة وينمو فيه أطفالنا وناشئتنا، مقصود إسلامي مهم. فتعالوا بنا نتعرف على مجموعة من القيم التي ينبغي أن تحافظ عليها الأسرة المسلمة لكي توفر مناخا إيجابيا صحيا لأولادها وناشئتها. تحدثنا فيما مضى عن مسألتين أو ثلاث، واليوم نواصل المسيرة في هذا الطريق إن شاء الله. فأول ما نتحدث عنه في مجلسنا هذا تحري الصدق داخل الأسرة المسلمة. الجو بأكمله ينبغي أن يكون جوا مفعما بالصدق. الوالدان يحرصان غاية الحرص على تحري الصدق في حديثهما أمام أطفالهم، حتى ولو كان على سبيل المداعبة. إن داعبت الولد وقلت له تعالى وسوف أعطيك شيئا، لابد أن تكون صادقا فيما تقول، وأخشى أن تكتب عليك كذبة إذا لم تفي بوعدك هذا. الصدق روح تسري في أوصال الأسرة المسلمة، ينشأ عليها الصغير ويكبر عليها الكبير، ويشيعها الوالدان في الأجواء الأسرية المحيطة بهم. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. المؤمن قد يكون جبانا، المؤمن قد يكون بخيلا، لكنه أبدا لن يكون كذابا. إنماء هذه القيمة ونقطة البداية إنما أن يدرك الوالدان هذه القيمة الإسلامية الرفيعة، وأن تسري من خلالهم إلى ناشئتهم حتى في باب المزاح. اجتهد ما استطعت، عندما تمزح ألا تقول إلا حقا. عندما نعد أطفالنا بوعود، عندما نقطع لهم عهودا أو مواثيق، ينبغي الوفاء بها حتى لا يرسخ
في حس الطفل أن العهد لا قيمة له وأن الكلمة لا قيمة لها، بل كلمة إن شاء الله أصبحت طعن عند الطفل أنك لن تفعل، حتى مل كلمة إن شاء الله وأصبحت عنده عقدة من تعليق الأمر بالمشيئة. صحيح من الناحية الشرعية تعليق الأمر بالمشيئة بيعمل مخرج، يعني إذا لم تستطع لا تكون كاذبا، لكن لا ينبغي أن يبلغ الأمر مبلغ أن يبغض الطفل هذه الكلمة وأن يرتبط بها عدم الإخلال. يعني على الأقل عندما تقول سأفعل إن شاء الله لابد أن تكون ساعتها عازما على الفعل، فإن طرأت بعد هذا الطوارئ في المستقبل حالت بينك وبين الوفاء فإن الاستثناء مخرج. لكن أن تعقد الأمر من البداية على الإخلال وعدم الوفاء فإن هذا إساءة لقيمة المشيئة التي علقت بها حديثك ورتبت بغضا في نفس ولدك تجاه هذه الكلمة الجميلة والجليلة والنبيلة التي ينبغي أن تحفظ حرمتها في نفوس الناشئة. بيحكوا كده حوار دار في أوساطه أسرة، الأب بيقول لأولاده إن إذا قال أحدنا إن فلانا مسافر ينبغي أن يكون فعلا عنده اعتقاد جازم أنه مسافر، إن كان غير متأكد يقول لقد سمعت أنه مسافر أو يغلب على ظني أنه مسافر، يعني لا يقدم الكلام بصيرة الجزم والقطع إلا إذا كان فعلا جازما وقاطعا بما يقول، فإن كان مترددا فيستطيع أن يقول لقد سمعت أن فلانا سوف يسافر أو يقال إنه سافر ويعني نحو ذلك. فبنت من البنات في وسط البيت يعني بتقول له إذا قلت يا أبي إن فلانا مسافر وأنا فعلا أعتقد هذا، أنا فعلا كنت جازمة عندما قلت إن فعلا مسافر وتبين أنه غير مسافر، هل هذا كذب؟ هل أنا ارتكبت جريمة الكذب؟ فقال لها لا، هذا ليس بكذب ما دمت تعتقدين ما تقولين، لكن عدم سفره يدل على أنك كنت واهمة وأن ما فيش تحري وما فيش استيثاق من الكلام، وينبغي على الشخص قبل أن يتكلم أن يستوثق مما يقول. يعني لكن على كل حال ما دمت عندما تلفظت بهذه الكلمة كنت تعتقدين فعلا أنه سيسافر فالإخلال لا يعد كذبا في هذه الحالة، لكن يعكس يعني قدر من التوهم ويعكس قدر من عدم التثبت والروية، وينبغي أن احنا نعود أنفسنا ونعود أولادنا أن يتثبتوا فيما يقولون، فإذا علم شيئا أخبر به، إذا كان ظانا وليس بقاطع يقول يبدو لي سمعت يقال، يقول الكلمة التي تساوي المعنى وتعبر عنه بالضبط. الدقة الضبط الصدق مفاهيم ينبغي أن تشاع وأن يستفيض العلم بها داخل أوساط الأسرة المسلمة. مسألة أخرى الحرص على الحلال، الكسب المشروع، إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة. مرأة في زمن الصحابة كانت تخبر زوجها وهي طالع تقول له اتق الله ولا تكسب لنا الحرام، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على سخط الله يوم القيامة ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الطيب هو الحلال الذي أباحه الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. تحري الكسب الحلال، ألا تقذف في جوفك
إلا بالحلال الطيب الذي أباحه الله ورسوله. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو الله له أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا كان مطعمك طيبا فإن هذا هو السبيل القاصد إلى إجابة دعوتك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يذكر أيضا كأمثلة تطبيقية إن أسرة سيدة اكتشفت إن زوجها بيأخذ الرشوة، دائما الدرج مفتوح، كل من أراد أن يقضي مصلحة لابد أن يضع المعلوم في الدرج أولا قبل أن تقضى مصلحته. وبالمناسبة الرشوة هي بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره. تعريف الرشوة: بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، أو انتبه، أو من محق ليحصل على حقه. لأن إذا كنت أنا صاحب حق لا تلجئني إلى دفع مال لكي تبذل لي حقي. فهي بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، فتكون الرشوة حراما من الجانبين، من الباذل ومن الآخذ. وقد تتخذ صورة أخرى: بذل المال من محق ليحصل على حقه. موظف حكومي دوره مهمته أن يقضي حوائج الناس، ذهب إليه صاحب الحاجة اللي هذا الرجل عين خصيصا لقضائها، فيمتنع عن بذلها له إلا إذا دفع الرشوة ووضع المعلوم داخل المكتب. فهذا الرجل يبذل المال ليحصل على حقه لا ليحصل على حق غيره. فإن كان مضطرا وملجأ إلى هذا، ولا تقضى الحوائج إلا بهذه الصورة، عندئذ يكون هذا العقد حراما من جانب ورخصة من جانب. يعني إذا وجد المرء في مجتمع لا تقضى فيه الحوائج إلا بهذه الصورة، وليس هناك سلطان يستعدى إليه ولا حاكم يفصل ويضرب على أيدي هؤلاء العابثين المرتشين، ولم يكن أمامك من سبيل لاستخلاص حقك إلا أن تدفع بهذه الرشوة، عندئذ تكون الرشوة رخصة من جانب الباذل وتكون حراما من جانب الآخذ. يقولون إن من العقود ما يكون حراما من الجانبين، أو حلالا من الجانبين، أو حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر. فإن كانت الرشوة بذل المال من محق ليحصل على حقه، لأنه يقف أمام موظف متعند لا يريد أن يبذل الحقوق إلا إذا دفعت إليه أموال ورشا، في هذه الحالة ولم يكن هناك سبيل لاستخلاص الحق إلا بهذه الصورة، ولا للحصول على الحق إلا من خلال دفع هذا المال، كانت المسألة رخصة من جانب الباذل وسحتا وحراما من جانب الآخر. فيعني سيدة اكتشفت أن زوجها شغال في السكة دي، دائما يأخذ الرشوة ولا يبذل حقا واجبا إلا إذا بذل له من المال ما تطيب به نفسه ويبذل معه الحق. فالست عندها ابن كبير، فقعدت يعني تحكي معه: يا ابني، أبوك بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت، فكيف نحل هذه المشكلة؟ اتفقوا على جملة من الخطوات، جملة من يعني التدابير. طبعا يعني أول شيء رقم واحد قالوا أن يظل هذا الأمر في دائرة الانتباه، يعني قضية أمن أسرة زي أمن الدولة، يعني دي قضية مركزية محورية نحطها في الدماغ ونركز عليها إلى أن نجد لها حلا. وتتفق مع الأب على الامتناع النهائي عن أخذ الرشوة لأنها كبيرة من الكبائر، لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وقالوا أيضا أن تقوم الأم بالاقتصاد في نفقات المنزل وتأجيل المشتريات غير الضرورية. مهما تتوسع سيدة البيت في النفقة بتحمل الرجل على أن يمد يده إلى الحرام،
فمساعدة له لابد أن تجتهد في الاقتصاد في أمر النفقة لكي لا تلجئه إلى الحرام. وبعدين قالوا لأولاد الكبار يشتغلوا في الصيف ويدخلوا شيء من الدخل يعمل مساندة ومؤازرة لدخل هذه الأسرة. حتى قالوا البنت الكبيرة في أعمال الآن بتتعامل من البيت يعني يتم القيام بها أونلاين، فتقدر تشتغل شغل أيضا من البيت بعض الساعات التي يمكن أن تبذلها. هم يعني تكاتفت الأسرة كلها في علاج هذه المحنة عندما اكتشفوا أن أباهم يطعمهم من الحرام، وأن أباهم متورث في كبيرة من الكبائر، وأنه يروح ويغدو في سخط الله جل وعلا ولعنته. لعن الله الراشي والمرتشي، الأمر ليس هينا كما قد يصوره بعض الناس في المجتمعات المنحوسة والمنكوبة والمأزومة. أنا هعمل إيه؟ بديهم على قد فلوسهم. هو حس إن هو مظلوم، وإن ما يبذل له من أجر مقابل الوظيفة العامة لا يقوم بحاجته، فهو يستكمل البقية من الناس. ومظالم بعضها كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني هو يظلم من جهة فيظلم من جعلهم الله تحت ولايته أو من جعل حوائجهم إليه، وهكذا تتوالى المظالم وتتداخل. والظلم لا يسوغ ظلما، والباطل لا يبيح باطلا. ده مسار وده مسار، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وعند الله يجتمع الخصوم. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. نعم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. من المبادئ والقيم التي ينبغي أن تشيع في الأسرة المسلمة اللي بنربي فيها أولادنا إعلاء المبدأ والكرامة والقيمة. مش من السهل تتباع بثمن بخس. ألا نساوم على كرامتنا، ألا نساوم على مبادئنا، لأن في زمن كل حاجة أصبح لها ثمن. والمثرون والمكثرون يظنون أن كل شيء يشترى، كل شيء له ثمن. ترسخت في ذهنهم هذه القيمة فيشترون بأموالهم كل شيء، يشتري ضمير صاحب الضمير، ويشتري دين صاحب الدين، ويشتري كرامة صاحب الكرامة، ويشتري قيم صاحب القيم. ترسخ في أذهان الناس أن كل شيء له ثمن، فلابد لمقاومة هذا النفس الخبيث أن نشيع في أوساط أسرنا أن إعلاء القيمة والتمسك بالمبدأ والمحافظة على الكرامة بحيث لا تكون موضعا أبدا للمساومة ولا للتفاوض. نذكر قول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. نذكر قول الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. يمسك غير يمسك، يمسك صيغة مبالغة، يعني مبالغة في التمسك بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لكي نحافظ على هذا ونعين أنفسنا عليه، أن نتأكد، أن نستيقن أن الرزق بيد الله وحده، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يتحول هذا الأمر إلى معتقد تخالط بشاشته قلوبنا وأرواحنا وتتغلغل في كياننا وفي ذراتنا. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وكان من السلف من يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وهو الايه؟ الرزق. تقصيرك فيما طلب منك وهو ماذا؟
العمل وعبادة الله عز وجل. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة منك. وبعدين يعني لابد أن نعتقد أن يعني أن هذه الدنيا ليست هي المستقر، لن تحصل فيها على كل ما تريد، دار عناء جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. نعم، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. من يكلف الأيام ضد طباعها كمن يروم، يعني كمن يروم ويبحث عن جذوة نار في وسط بحر من الماء. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وقد ذكرت لكم أن أهل الدنيا يعتقدون أن لكل شيء ثمنا، وأن يقدر يشتريك ويشتري مبادئك وكرامتك ودينك وإنسانيتك وكل حاجة. ما تدروش الفرصة دي، ما تمكنوش من هذا، يعني كن أعلى من حطام الدنيا ومن متاعها ومن عرضها الزائل والفاني. أن نعود أفراد الأسرة على الصبر، على مقاومة الرغبات والشهوات، بدءا من رب الأسرة، مرورا بالزوجة، مرورا بالأولاد. الله جل وعلا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إنسان يحصل على ضرورياته الحمد لله، يحصل على حاجياته الحمد لله، أما التطلع إلى فضول العيش وإلى ما متع الله به آخرين، خلي عينك تزغلل وعيون أولادك تزغلل، ومش تقنع ومن همان لا يشبعان. والله لو حتى حصلت لا تلاقي واحد أحسن، ما هو ما هي المسألة ما هيش منتهية. إن طلعت من دائرة المئات خش في دائرة الآلاف وعشرات الآلاف والملايين والمليارات، حتى من همان لا يشبعان. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، من احتجت إليه هنت عليه. التعفف والقناعة بما قسم الله لك والرضا بما كتبه الله لك من الرزق، أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا وإلى من هو فوقك في الدين. دونك في الدنيا فلا تزدري نعمة الله عليك، عشان ما نقولش شوف الناس اللي عايشة، شوف والله وانت عايش بس انت مش واخد بالك. بس أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك، وإلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك. أن يحدث تذاكر مستمر حول هذه المعاني الجميلة، وأن تذكر أن التعلق الزائد بالدنيا والتعلق بفضول العيش فيها وراء كل المصائب وكل المعاصي الدينية وكل الجرائم القانونية، وراء هذه التطلعات الفارغة. ولو أننا استحضرنا أن العيش عيش الآخرة، هتتغير الصورة تماما، هيبقى مسار جديد للحياة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. من القيم اللي نحافظ عليها في إطار الأسرة المسلمة رفض الظلم، الإنكار عليه ولو بالقلب، وده بيبدأ من الأب الأم مرورا بالأولاد، حسب فيه جو عام في الأسرة محب للعدل وللحق ومتشبس به ورافض للظلم ومنكر له. إن الأب مطالب بأن يعدل بين أولاده،
يعدل في العطية، النفقة يعطي كل واحد بحسب حاجته. ابن صغير عايز سيارة لعبة يجيب له سيارة لعبة ب$10، ابن كبير عايز سيارة يروح بها الجامعة يجيب له سيارة ب$10,000، من $10 إلى $10,000 it's okay. وهذا لا يعتبر ظلما، أعطى هذا بقدر حاجته وأعطى هذا بقدر حاجته. واحد دخل كلية من كليات القمة تدفع لها أموال طائلة، واحد اختار كلية دونها، أعطى هذا بقدر حاجته وأعطى هذا بقدر حاجته. أما إذا وجدت عطايا هبات فينبغي أن يعدل بين أولاده. ومن النقاط المهمة، لا تقارن بين أولادك فتكثر الثناء على ولد وتكثر الحط على ولد آخر. تجيب تزرع بذور الحقد بين الأولاد. من الأخطاء القاتلة التي يقع فيها بعض الأباء أن يقعد يوغل ويبالغ في الثناء على ولد من أولاده أمام بقية أولاده، وأن يحط من ولد آخر. هو قد يكون معذور أن الولد دبار والتاني عاق، وهو معذور يعني هو بفضفض موجوع متألم، لكن احنا بننبهه ان هذا المسلك يزيد الموقف سوءا، بينمي الحقد بالأولاد. واحنا رأينا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخر لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما. سيدنا يعقوب معاذ الله ما كان هكذا، معاذ الله ما كان هكذا، لكن لعل يعني لعل اولاده انسوا ميلا قلبيا زائدا من يعقوب الى ولد يوسف، وهذا القدر القلبي لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. انما متى تبدا المحاسبه؟ اذا تحول الى تمييز في التعامل، الى جور في العطيه. اما مجرد الميل، اللهم ان هذا قسمي فيما املك واستغفرك لما تملك ولا املك، لا يملك ما في القلوب الا علام الغيوب. فمن المهم ننتبه أني إذا كان أحد الأولاد بارا لا تسرف في الثناء عليه أمام بقية إخوتي وأخواتي، فتنبت بهذا بذور الحقد والغيرة القاتلة في نفوسهم نحوه، فاقتصد في هذا تماما. بارك الله فيك. العدل العدل العدل. الظلم ظلمات يوم القيامة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. المعنى ده نفسنا إن يبقى قيمة بيتشربها الطفل، بيحب الحق ويحب العدل ويكره الظلم والبغي والجور، عشان لما يكبر في المجتمع وبرضه بينكر الظلم العام على مستوى المجتمع وعلى مستوى الناس، فينشأ مجتمع محب للحق، محب للقسط. العدل في الشرع قيمة كبيرة جدا، من أجلها أرسل الله رسله وأنزل الله كتبه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأن يقوم الناس بالقسط هذا مقصود أصلي وأساس من مقاصد بعث الرسل، والبداية تبدأ أن تغرس هذه الروح وأن تبذر هذه البذور في نفوس ناشئة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا على المستوى الفردي، قال إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تضرب على يده وأن تحجزه، أن تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. الظلم يتفشى في المجتمع إذا لم يجد من يقاومه داخل الأسرة. الظلم يتفشى على المستوى العام إذا لم يجد من يقاومه على المستوى الخاص. بل بعض الناس يظلمون عندما يكبرون، ينتقمون لأنفسهم من المجتمع الأول الذي لم ينصفهم ولم يساندهم عندما تعرضوا للظلم. ودي بنشوفها حتى على مستوى المستويات المختلفة. في بعض الجامعات تحدث مظالم ما بين المعيدين المدرسين المساعدين وأساتذة الجامعة. هو بيكتب رسالة
يوديها للأستاذ. والأستاذ ما فيش قانون في بعض الجامعات عندنا المنكوبة في الشرق، ما فيش قانون يضبط ولا ينظم هذه المسألة. أنا أعرف بعض الأمثلة العملية أن الدكتور استلم الرسالة حطها جوه درج قفل عليها ونام بعد كده سنة اتنين تلاتة ولا سلطان فوقه يحاسبه ولا رجع ولا كذا. اللي تعرض لهذه المرارات لما بيتخرج وبيكبر بيجرع الناس من نفس الكأس، بيسقيهم من نفس الكأس اللي هي شرب منها. المظالم التي تعرض لها عندما كان طالبا يسقيها للناس عندما أصبح في موقع المسؤولية، مظالم يتم له. والله أنا أعرف قصة يعني طبيب كان يدرس دراسات عليا في كلية الطب والدكتور خد منه البحث وقفل عليه وسامه يرن، قال أنا رحت جبت مسدس، أنا وصلت لمرحلة جنون، قلت له هقتلك هذبحك، أنت فعلت معي، أنت ضيعت عمري وضيعت شبابي وعملت وسويت. قال وصلت لمرحلة من الإغلاق لأني بذلت كل الشفاعات والوساطات والدنيا كلها وأنا أمام يعني كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فأخرجته إلى تصرفات مجنونة وطائشة. المقصود من إرادة هذا كله إني إذا لم نعود أنفسنا وأولادنا على رفض الظلم حتى إنكاره بالقلب وبذل ما يمكن من الأسباب لدفعه، تبقى دي قيمة تغرس في نفس الطفل، وبالتالي عندما يكبر وقد نشأة سوية تحب الحق وترفض الباطل، تحب العدل والقسط وترفض الظلم والجور، يعني تأدبت بأدب الله عز وجل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. طبعا يعني أنا بأكد في علاقتنا بأولادنا، ربنا لم يطالبنا بأن نحبهم على سواء، الجانب القلبي هذا لا يحاسبنا الله جل وعلا عليه، إنما يحاسبنا على ما يسفر عنه أو يتمخض عنه من سلوك ومن ميل ظاهر لأحد الجانبين. ومثل هذا أيضا في العلاقة بالنساء، لمن جمع أكثر من زوجة مطلوب أن يعدل في القسم الظاهر في المبيت وفي النفقة، ما وراء هذا لا يحاسب عليه الله عز وجل، لأن ربي جل وعلا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، الميل القلبي لا تملكه. وبالتالي الشريعة لم تربط مشروعية الأمر به، إنما ربطته بالعدل الممكن، العدل المقدور، العدل المستطاع، هذا هو مناط المشروعية في باب التعدد. أما ما وراء ذلك فقد قال ربي جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، صلى على شفيع المسلمين. من المعالم الجميلة التي ننميها ونحافظ عليها داخل بيوتنا وأسرنا وأسرنا احترام قيمة النظام. بعض الناشئة وبعض الناس يعني يميلون إلى الفوضى باعتبار أنها حرية براحته كاجوال، ما فيش قيد يقيده في تصرفاته في سلوكه. وهذه العلاقة بين الفوضى وبين العشوائية والتخلف علاقة وثيقة جدا جدا. تخيل بلد مزدحمة بالسيارات وليس فيها إشارات مرور ولا عسكري مرور ينظم السير، كيف يكون البطء وكيف يكون العسر في هذا المجتمع؟ لا تستقيم الحياة إلا بشيء من الترتيب الجاد نحرص عليه ونحوله إلى روح يتربى عليها أولادنا، ونضرب لهم أمثلة من أنفسنا. يعني على سبيل المثال الله جل وعلا عودنا على هذا في عباداتنا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا في أوقات محددة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، نقف صفوفا في الصلاة
يعودنا هذا النظام، فنحن نتعود ونتربى تربية إيمانية على هذا المعنى الجميل، على هذه القيمة الجميلة، ومن ثم نحاول ننتبه إلى جملة أمور نعمل فيها تنظيم. أوقات تناول وجبات الطعام، ما أمكن أن نجتمع على الطعام، إنما كل واحد على رأسه دولة مستقلة ذات سيادة بيفقد الجو الأسري، حميمية يعني العلاقة ما بين أفراده. يعني أوقات النوم والاستيقاظ، ونعرف الله جل وعلا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. ما نقلبش المعادلة، ما نعاندش سنة الله في الكون. المضطر اللي عنده مناوبة في الليل، طبيب، شرطي، كذا، هذا له عذره. إنما اللي بيقلب الليل نهار والنهار ليل، الفنانين بس، الرقصين والممثلين، هم اللي نهارهم عشان شغلهم كله في الليل، فطول النهار نايم سطيحة، طبعا لا صلاة ولا عبادة ولا كذا، وليله كله في الضياع بهذه الصورة. لا، إن لله السنة، لكي نتوافق مع سنة الله الكونية نخلي الليل كما أراده الله عز وجل، والنهار كما أراده الله عز وجل. الليل لباس وسبات، والنهار معاش، إن لك في النهار سبحا طويلا. أوقات الدراسة، ما أمكن ننظم لأولادنا وقت ليدرسوا فيه ويكتبون فيه واجباتهم، وقت أيضا للفسحة، للترويح عن النفس، يلعب بالجوال شوية، يلعب بالآيباد شوية، ماشي الحال، مع قدر من الرعاية والمتابعة. تبلنا لقاءات، وأنا والله فعلا من ممادح جماعة التبليغ والدعوة، إن عندهم جلسة تعليم أسرية جوه البيت، ودي جزء من تخطيط الدعوة وبرمجتها، يعني جزء معلم أساسي، وهذا من الممادح عندهم. ما بيقول إذا أنت مقتنع بالرسالة التي تحملها إلى الناس، فأولى الناس بها أهل بيتك. فإذا أنت مضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور ولم تجل جلسة التعليم واحدة، أنا بشك أن أنت حاسس أن عندك حاجة مهمة وحاجة غالية وحاجة لها قيمة. لو كنت معتقد فعلا أن لها قيمة كبيرة كنت بدأت بالداخل. بدليل أنت من ناحية فلوسك بتعتبر أهل بيتك أولى الناس بيها، صح ولا لا؟ فلوسك، لأن فلوسك لها قيمة، فهي حق مين؟ حق أهل بيت. لكن أخرتك ودعوتك وجنتك، لا، أهل بيتك محرومين منها. إيه الموضوع؟ في خلل في المعادلة. يعني أن نحصر كلنا أوقات نلتقي فيها، أوقات تعليم وتذاكر على الطاعة وعلى الموعظة لها بركة كبيرة جدا. زيارة الرحم والأقرباء ما استطعنا، أو على الأقل إذا كانت الزيارة مش ممكنة، مكالمة تلفونية. والصلة تبدأ بالمكالمة في زمن هذا اللي قرب المسافات، وأصبحت المكالمات تقريبا بالمجان. علم الولد يعمل تلفون كده، يكلم خالته، يكلم عمته، يكلم كذا، يكلم كذا، قيمة تغرسها فيه وهو طفل، فيكبر عليها وينشأ عليها. ويعني علمه أني الله جل وعلا قال للرحم: لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. تقدر تتعرض لقطيعة الله لك؟ الأمر جد خطير، أمر كبير جدا. لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ آخر حاجة نتكلم فيها في القيم، الرقي في اللغة، الخطاب. نعود أنفسنا ونعلم أولادنا كيف يرتقون بلغتهم وكيف يرتقون بخطابهم داخل الأسرة. نعلمه أن لسانه هذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. فعلموا الغيبة، النميمة، الهمز، اللمز، التلامس بالألقاب، الطعن،
ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، مجموعة قيم تغرس في أطفالنا ونكون نحن أمثلة أمامهم وقدوة لهم. الإقلال من الحلف، ما تخليش الولد يحلف، أنت ما تحلفش قدامه كتير عشان ما تعودوش على الحلف الكثير. ولا تطع كل حلاف مهين. وأنا منبه الرجال بالذات، يقول له احذر أيمان الطلاق. الطلاق أيمان الفساق، الطلاق أيمان الفساق. أنا قبل ما أجي بالضبط بحوالي ساعتين واحدة بتصل بتقول لي زوجي طلقني، فأنا عايز أشوف، بيقول لي عايز يرجع لي وإحنا منصبين بعض من 5-6 شهور. خير يا ست الله، كم مرة ليه طلقني؟ 11 مرة والله كده، 11 مرة. وطبعا تايه وغفلان والدنيا ماشية. يا سيدتي الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، التالتة فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبعدين يسير أنا لا أستطيع أفتي، أنا عايز أسمع منه هو، ما هو هو الزوج وهو صاحب العصمة وهو ليش لا هو رافض يتكلم مع المشايخ. طبعا من لها إيدي بيقول لي طلقنا 11 مرة ونوز رافض يتكلم، وقلت خلاص خليه في بيتك لا ترجعي له إلى أن تجبريه أن يلجأ يتصل بمن يفتيه. عايزين نسمع قصة ال 11 طلاق، يصح أن فيه صح كلهم مش 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 محسوبين إذا كان يتوهم هذا. خلينا نسمع يعني ما هي قصة كل طلاق بالضبط حتى نبين له الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يسلكه. البعد عن المزاح بالألفاظ التي تخل بالمروءة وتخل بالأدب، الألفاظ الساقطة السوقية، ينبغي أن ننزه لساننا وأن نحرص على تنزيه ألسنة أولادنا عنها. الكلام الفاحش البذيء، ما تشبهش الولد، يعني لا تشبهه بالحيوان، تقول له تعالى إيه يا حيوان يا كلب، هذه الألفاظ احفظ لسانك منها. أنا عارف إن إن الوالدين حين يتعرضوا لضغوط شديدة جدا تحملهم على أن تخرج منهم هذه الكلمات وهم لا يكادون يمسكون زمام القول، مضغوطين، لكن قاوم، خليش اللفظ ده يسمعه ابنك فيتعود عليه ويستهين به. احذر من اللعن والسب والشتم، ما تلعنش ابنك، لا ده معناها الطرد من رحمة الله. ما تدعيش عليه، لو دعيت عليه أول واحد هيقعد بمصيبته وخسرته أنت. لو استجيب لك ستجد أنت المبتلى الوحيد به، أنت اللي تبكي دم من أجله. فاحفظ لسانك في لحظات الغضب خشية أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لك فيها فتندم بقية العمر. يعني أيضا نعودهم أن يخاطبوا الناس بأحب الأسماء إليهم، التؤدى أثناء الكلام وعدم رفع الصوت، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكى الأصوات لصوت الحمير، حتى في الصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وبين قوسين بهذه المناسبة أنا بذكر إخواني، إذا صلينا المغرب أو صلينا العشاء وعندنا درس وأنت جئت متأخرا وصليت معك واحد أو اثنين، ما تجيش في قلب المسجد وتجهر بأعلى صوتك. المسجد ليس لك وحدك يا أخي، لك ولغيرك، خذ للجانب واقرأ بقدر ما تسمع الاثنين اللي وراك بس. والله إن هذا يؤذي إخوانكم، والله هو أصلا في كلام في أنت في مشروعية تعمل جماعة تانية بعد الجماعة الأولى، سنفترض أنها مشروعة وتمام ومية مية ألا من يتجر على هذا ماشي الحال، لكن يا أخي تأتي في قلب المسجد وتجهر بصوتك، يعني بتسمع اللي على اللي في البنزينة اللي بره. يا أخي مش مطلوب منك، اقرأ بقدر ما يسمعك من يأتم بك من خلفك. واعرف في ناس تانين في المسجد وانت استحي ان انت جئت متأخرا اصلا،
فلا تحمل الناس تبع تأخرك عن صلاة الجماعة الأولى. لا تغضبوا مني إخواني من هذا الكلام، هذه والله نصيحة من القلب. إذا جئت متأخرا خذ لك جانب واقرأ بالصوت الذي يسمع من بجوارك فقط، سواء في القراءة أو في ركوعك وسجودك، أنت تحرج الناس. يا ترى يسكتوا لحد أنت متخلص ولا يتكلموا شوش عليك أو تشوش عليهم؟ فلا تأتي في قلب المسجد وتعمل الصلاة التانية دي، ولا تجهر بها تخليها بأعلى صوت تؤذي بها اللي في عبادة أخرى، وغير برضو راكع أو ساجد أو عندهم درس في عبادة أخرى. فلا يشوش بعضكم على بعض ولا يجهر بعضكم حتى بقراءة القرآن، لأن المسجد للجميع، وينبغي أن يتوفر للجميع مناخ ملائم ومناخ إيجابي مواتي لطاعة الله عز وجل. فلا تنسوا هذا المعنى، بارك الله فيكم جميعا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. التثبت والتبين، علم الولد ونعلم أنفسنا أولا لا نندفح في إجراء الأحكام، نتروى. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أن تتثبت وأن تتبين قبل أن تلقي القول وقبل أن تشيعه وقبل أن يصبح على ألسنة كل الناس. البعد عن مديح النفس، فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، خاصة في المجال. واحد جاي يقول لي شوف احنا عندنا دروس لأولادنا فقط، احنا تعلمنا الدين كله تمام التمام 100%، الحلال والحرام عرفناها من 15 سنة. طيب بس رفقا يعني الهوينة عرفت الدين كله، الأصول والفروع والكليات. طبعا لو كنت عارفه كله ما كنتش هتقول الكلمة دي، بس الكلمة دي تدل ان انت مش عارفه كله، يعني دي لوحدها كده دليل يعني. لكن على كل حال انا بقدر الباعث ان هو حريص على الولد وحريص على الناشئة، ونعمل لهم دروس ونجيب يوزد دايركتور ونجتهد ونجيب محافظ. انا يعني اقر بهذا كله، واعترف ان هذا شيء من القصور في هذا المسجد، ينبغي ان ينتبه القائمون عليه الى تداركه، بان تعقد حلقة التحفيظ داخل المسجد، ان يكون لناشئتنا مسؤول من الشباب قريب منهم، مش واحد عجوز زي، مش واحد شيخ زي يعني، واحد في عمرهم في 20-25 يقدر يطلع يلعب معاهم كره بره ويرجع يعلمهم ويحفظهم ماشي معاهم. دي الصوره الملائمه لكل المساجد اشتغلت فيها بهذه الصوره وقد ادى دورها على هذا النحو. فنحن مقصرون في هذا نسبيا، ربما تزاحمنا شواغل أخرى، ربما أعباء مالية لأن اليوز دايركتور ده عايز بادجت وعايز كذا وكذا. لكن إن شاء الله أرجو أن يكون هذا على الطريق، وأن يشهد هذا المسجد أن يشهد حلقا لتحفيظ القرآن الكريم، وأن يشهد متفرغا يقوم على تربية الشباب وعلى متابعتهم، بارك الله فيكم. برضو عايزين نعلم أولادنا آخر حاجة الرقي في الخطاب، ودي مسألة عرفية مختلفة من بيئة إلى بيئة ومن ثقافة إلى ثقافة. بنقول له أنت، بنقول له حضرتك. الفرق بين أنت وحضرتك فرق بسيط، لكن أوقع على النفس، وبتعلم الولد كيف يعني يتأدب في خطابه مع الناس. الكلمات الجميلة دي وأنت ولما يسمعها منك هيقلدك فيها، فنرقى بلغتنا ونرقى بخطابنا ونرقى بأولادنا. الحديث موصول حول قيم أخرى جديدة في المحاضرات القادمة. أسأل الله لكم التوفيق السداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. Oh.